محتاجين قد ايه ذرة؟ محتاجين ذرة اللي هي الذرة الحلوة دي 5 كوبايات، 4 كوبايات، علبة، علبتين، على قد الكمية اللي هتشتغلي بيها. بصلة مفرومة، 2 كبار فلفل حراق مفروم، 5 فصوص من الثوم، إذا بتحبي الثوم يبقى واضح، لو عايزاه أقل مفيش مشكلة. 1 كوباية من الكزبرة المفرومة، 4 معالق كبار من الزبدة، لتر مرقة، مرقة دجاج أو حطي مرقة مكعبات. محتاجين 2 كوب كريمة أو 1 كوب مفيش أي مشكلة. 3 معالق كبار من الدقيق، 1 معلقة كبيرة من السكر، ملح وفلفل وبهارات التاكو اللي احنا عملناها في أول الحلقة. طيب أول حاجة كده الحلة بس كانت سخنة، خلونا نحط ايه، فين الحاجات بتاعت الشوربة اهي. هنحط الزبدة والزيت على بعض، مكعب كده من الزبدة أو مكعبين، نحط عليها زيت، نحطها كده نرجعها تاني على النار. ناخد البصل كده، نجهز بقية مقاديرنا. عايزين كمان الذرة طبعا أهم حاجة، عندنا مرقة، عندنا ثوم، عندنا سكر، ناخد كده حاجاتنا وأشياءنا ونروح هنا. بصلاية كنا سايبينها تدبل شوية كده، كفاية قوي عليها. هنحط لها الثوم دلوقتي، وأول ما هشم ريحته هنزل بالإيه، مكعب المرقة أو 2 مكعبات من المرقة زي ما تحبوا. أنا هحط 2 عشان مش شغالة بشوربة أو مرقة، يعني فراخ أو لحمة، حط لها 2 مكعبات كده. الزبدة مهمة في الشوربة دي جدا، دايما السويت كورن حتى لو احنا واحنا بناكله بنحط له شوية من الزبدة والملح والفلفل علشان طعمه بيبقى أحلى. يعني لما حتى الذرة ده لما بنسلقه، الذرة المسلوقة دي لما بنطلعها من المية بتقومي حاطة عليها رشة زبدة وملح وفلفل، بتبقى طعمها تحفة. هنزل بالذرة دلوقتي كده وأقلب مع كل الحركات دي، نزل كل كمية الذرة. هنزل كمان بشوية من الكزبرة بالشكل ده، بهارات التاكو والفلفل الحراق اذا حابين، الاكل المكسيكان زي الاكل الهندي كده سبايسي شويه، فايه بس الشوربه يعني لو بقت سبايسي اعتقد هنتضايق، فنقلل شويه، وبرده البهارات فيها سنه سبايسي فمش هنزود قوي. هاخد 2 معلقة مش كبيره، 2 معلقة صغيرة، هعمل كده، وهجيب الميه المغليه بعد تقلبتين كده اشم ريحه البهارات واحس قد ايه انا عملت شوربه مكسيكيه، لان الريحه دي هي اللي بتحسسني ان انا عملت اكل مكسيكان حقيقي كده. تمام تمام، ننزل بقى بالميه ونسيبها تغلي حبة صغيرين. احنا ما عندناش حاجة في الشوربة دي محتاجين ان هي تبقى يعني اوفر كوكد او مستوية بزيادة قوي، يعني ما فيش حاجة. السويت كورن اوريدي الذره دي بتبقى مسكره كده وحلوه ولذيذه وما بتاخدش وقت في السوا، واوريدي احنا مستخدمين ذره معلبه فما بتاخدش وقت. عندي السكر مهم جدا انه يتحط في المرحله دي، ما عنديش حاجه تانية. البصله اوريدي خلاص برده مستويه فله، يعني مفيش حاجه، غلوتين ونضرب ونظبط الشوربه بتاعتنا. الدقيق في الاخر، هنحط الدقيق والكريمه في الشوربه على النار. اللي حصل في الفاصل ان انا ضربت الشوربه بس بالهاند بلندر اختصارا للوقت، خلاص الشوربه دلوقتي اتضربت وما بتتصفاش، احلى حاجه فيها ان هي تبقى ايه، فيها كده قطع الذره. حاسه ان انا مش محتاجه خالص اني احط لها دقيق، حاسه القوام بتاعها مظبوط. هنزل لها بس الكريمه بالشكل ده، تقدروا تحطوا لبن لو مش عايزين تحطوا كريمه. والله لما حطيت الكريمه حاسه ان هي دلوقتي محتاجه الدقيق، بس هسيبها تغلي غلوه كده ونقرر مع بعضينا. مش حاساها قوي ان هي محتاجه تتقل، بس ممكن سريعا سريعا احط لها 1/2 معلقة من الدقيق، وايه
واتقلها معاكم. شوربة الذرة المكسيكية، ناخد كده من الكزبرة ونرش عليها بالشكل ده كده، رشة بسيطة جدا من بهاراتنا على الوش بالشكل ده برضو. ممكن نحط لها حتة زبدة تسيح وإيه تظبط الشكل والطعم.